هنا بين ركام بيوت هدمتها السلطات المحليه في العاصمه الجزائر تستيقظ مئات العائلات كل يوم على امل الظفر ببيت طال انتظاره وكثرت الوعود بمنحه لمستحقيه في اقرب وقت محمد وعائلته يعيشون على امل تحقق الوعود الميديتي الما ماكا اشتري سيتي والله ما عندنا والو والله والو غرس غرسوا فينا صح ما ما هادوش شويه دخل على الميديتي الماء الشتاء كانوا يدخلهم لداخل هذاك هنا انا اسمه هو كيتحمل كيتحمل دخل لهم دخل لهم الدار حاجه زي قوات الماء الدنيا حمله كبيره كاع ونسلكوهم دي فوا على زوج تاع الصباح الوحده ثلاثه تاع الصباح يكون الشتاء بزاف بوكو تشوز لا بوكو تشوز وفي هذا الحي المتواجد بعمق العاصمه الجزائريه تتكاثر هموم الناس في انتظار حل لم يظهر بعد في الافق فهمناش اسكو يرحلونا اسكو يخلونا انا نص كبير راهو بلا خدمه على جلد الحيرة اللي رانا فيها شكون ما عرفنا ناكلوا ما عرفنا نرقدو ما عرفنا والو نستناو كل, كل يوم كل يوم كل يوم القلوه القا نسمعوا بصح صح ما شفناش نرقدو مع اولادنا مع راسنا الدخل كي نرقدو وين نطيبوا وين دوك يديروا لنا حل حنا اللي كبرنا قلنا رحنا الناس هنا راك تشوفي كيما انا جاوا الناس يبولهم راهم بولادهم بالاخر مازالوا يقراو كي ترحل انت انسان لازم توري تعاود تسجم الوضعيه تاعو علي هو الاخر يبحث عن حل لازمته التي لم يفلح معها لجوءه لدفع قيمه بيته بالاقساط فمنذ عام 2013 لا يزال حلمه يراوح مكانه التسجيلات تاعنا الاوليه درناها في الموقع تاع وكاله عدل في سبتمبر 2013 ما عندها قريب خمس سنوات الان من من النهار هذاك يومينا هذا يعني ما زال واحد ما استفاد من 2013 خاصة في العاصمة ما مع 2001 و2002 وبحسب المختصين فإن الأزمة الاقتصادية ونقص العيد العاملة من الأسباب الرئيسية لتأخر تسليم المشاريع السكنية في وقتها المحدد قلة يد العاملة كان مشاكل المالية من جهة أخرى كاين ثاني مشاكل فيما يخص يعني الناس اللي هما مسؤولين وما همش يعني ناشطين كما ينبغي ولا تتوقف مشاكل أزمة السكن في البلاد عند عدم جدية الوعود والتأخر في تسليم المشاريع السكنية بل يتعداه إلى حد الغش والمخالفات القانونية وهو الامر الذي يبدو صادما لمحمد كي دخلت تعضفت انا كنت نستنى كيما كانوا يوروا ودرنا ودرنا ودرنا, ودرنا وجبنا وكذا بصح كي دخلت لقيتها كاع بلاط ميت كاع مبنيه بالخدع البريك كاع بالتراب ورغم كل البرامج الكبرى التي تعتمدها الحكومه الجزائريه لاحتواء ازمه السكن الا ان النتائج لا تبدو جيده في الوقت الذي تتناثر اتهامات بفساد يشوب عمليات توزيع المساكن على مستحقيها تعطير هذه المشاريع الكبرى هذا هو المشكل المطروح لانه احنا في الاداره عندنا ضعف كبير في الاداره في التسيير في التسيير ثاني فيه مشكل عويص في التسيير في توفير الامكانيات لمرافقه ولا هذه الانجازات ولا هذه المشاريع الطموحه عندنا ضعف ولا يزال الجزائريون ياملون في حل لازمه السكن في بلادهم عبر حلول عمليه وسريعه من اجل انهاء معاناه هؤلاء البسطاء الذين طال انتظارهم للحصول على حقهم في سكن ادمي يعيشون فيه حياه كريمه